هو يقول هو اتصل بيها بنته بالتليفون جات له. يعني اما بنت تروح عند ابوها وتاكل من عند ابوها مش مشكله، مش مشكله الاب يعزم بنته. اتكلم في التليفون، كلمته، شتمتوا بعض، عملتوا بعض، بس ما توصلش للطعن. هي توصل للطعن؟ هي توصل ضربه واحده كده ما يتشهدش على نفسه؟ ده البني ادم بنطق الشهاده مره واثنين. ونعمل وكيل فيك يا منهين. اللي انت عايزاه حاجه. اللي انا عاوزاه حق بنت وولاد بنت وحق جوز بنت. قصاص. بس مش هقول غير كده. وحسبنا الله ونعم الوكيل، احنا لا بتوع مشاكل ولا احنا عندنا حد ياخد لنا طارم. مفيش، ما عندناش حد ياخد لنا طارم. مفيش طار يا حاج، احنا في دولة قانون. القانون يجيب لنا يجيب لنا حقني ومعاش لبنتني والتلات ولايه دول عندي حقهم عند الحكومة وحقهم عند اللي ما والله الغلبة دول وحقهم هيجي. والله حقه مش هيروح، دمه لسه في الشارع ما نشفش. والله والله ما نطق شهادته، والله ما نطق شهادته. الناس نطقوا الشهاده في التراب. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. حسبنا الله. حتى لو بنوا مشاكل، لو بنوا مشاكل يا باشا ما عمره ما يعمل كده. ما حصلتش اللي هو يطعنه، ما حصلتش كده. كده حرام، كده حرام. والله ويا والله انا اللي مربيه ابراهيم تربيه غاليه والله ومحترم، والله محترم ونعم الاذى. عاوز اقول له الله يرحمه ونور امره وخفف لسانك سعيد سؤال يا ابن عطيه. وحقك هيجي، حقك هيجي والله يا ابراهيم، والله حقك هيجي. والولاية الغلبان ما كنتش اعرف غادر بيه، ما كنتش اعرف اللي هو يغدر بيه كده يا استاذ محمد. ما كنتش اعرف. ما اعرفش والله، ما كان بعمل زي ما جاتش قالت لي، ولا كانت بتيجي ولا بتقول لي. الحريم بتوع الشارع اللي كانوا يقولوا لي هي ما كانتش تقول لي، ما كانتش بتقول لي حاجه عليها. كانت اختلف وما تحكيلكيش. ما كان عورها وعمل فيها البدع كله. ما جاتش رميته انت ويوسف، يا رب تترمي رميته. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. وحشنا قعدتنا، وحشنا الصفاتات كلها الحلوه فيه. وحشنا والله، وحشنا يا استاذ محمد. انا مش عارفه اقعد من غيره، والله ما عارفين نخش ولا نطلع من غيره. والله يا استاذ محمد ما عارفين نخش ولا نطلع من غير ابراهيم. حاسه بالدرجه تحت كله. والله كان حنين، انا ما بعرفش ايه من جوايا، من جوايا نار نار. لو جبت كل يوم مين؟ ولا عيال ولا اي حد، ماليش الا جوز حبيب. وحشتني يا ابراهيم، وحشتني. مش عارفه كل يوم ملقاش حد يخبط عليا. من دلوقتي هيخبط عليا؟ الولايه قاعدين جنبي، مين هيخبط عليا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حق جوز بنتي يجي، حق جوز بنتي يجي يا بابا شاهد. حرام حرام، دمه لسه في الشارع ندمين عليه. حرام. حسبنا الله ونعم الوكيل في الظلم. الله يجيب له حقه، هات له حقه يا رب، هات له حقه يا رب. وحسبنا الله ونعم الوكيل في الظالم. مش هنقول اكتر من كده والله يا باشا، مش هنقول اكتر من كده والله. وعلى العوض ومنه العوض.